نعم أعزائنا المشاهدين، نجدد لكم التحية مرة أخرى من هذا المكان، من سوق البهارات، من سوق الكبير في ديرة والمعروف بسوق الراس. في هذا المكان راح تشوفون لوحة مكتوب عليها سوق الدويات، لأن في هذا المجال يعني ليس فقط للبهارات، هو يشمل الدويات أيضا والأعشاب الطبية. مثل ما نشوف، مثل ما تشوفون الصورة، أنواع مختلفة ومتنوعة من البهارات، وعندكم هذا الورد اللي يستخدم في الحلويات أيضا، وشرب الشاي، أنواع مختلفة نعم من البهارات والزعتر وأيضا الملح الطبيعي. طبعا لكم أكثر من خيار في هذا المكان، إنكم تيون وتشوفون أشكال متنوعة ومختلفة من البهارات وأيضا من الأعشاب الطبية. طبعا حاليا راح ندخل إحدى المحلات، نطلب من مصورنا ندخل محل حسن عبد الله ونشوف، نسأله خصوصا البهارات وهذا المجال. السلام عليكم، كيف الحال؟ صباح الخير. الله يسلمك، يا مرحبا. ان شاء الله، يا مرحبا بكم، حياكم الله. حابين نعرف اكثر عن البهارات، كم صار لك استاذ في هذا المجال؟ والله انا اعوذ بالله من كلمه، انا صار لي يمكن فوق 40 سنه. طبعا ورثت المهنه هذا ابا عن جد، ايام ما كان هني طبعا مو بهالشكل اللي انتم تشوفونه، يعني مبسط، محلات معدوده ينعد على اصابع، والسوق هذا كان في عباره داخله فيه كان مطعم وكان محل يبيع حلويات، ما كان بهذا الشكل. فتوارثنا الشغل هذا وقمنا يعني نشتغل شوي شوي، ومع المرور الزمن الحمد لله، يعني اول اذا كان 10 انواع يعني يمكن ينعدون على اصابع، الحين تشوف مثل ما تشوفين من حلويات، مكسرات، أشياء غير، بهارات، عطور، زيوت، كل شيء موجود. يعني أنا حابة أعرف كيف الأسعار، يعني هل الأسعار ترتفع في موسم معين أو أنها تكون ثابتة، وشو الأكثر الأشياء اللي يكون عليها زيادة طلب من البهارات؟ طبعا الأسعار حسب الموسم، يعني أوقات تحصل محصول قليل السعر يرتفع. الحين مثلا قدامنا رمضان البهارات، المكسرات، أي شيء يخص يعني استخدامات شهر رمضان أكيد 100% بيرتفع أسعاره ويرجع مرة ثانية ينزل، والحركة يكون في هذا الشهر، شهر شعبان، لأن رمضان خلاص يوقف السوق ماشي بعد هنا. بس المرة هي هذه المرة، هذا مثل ما تشوف المصور يركز على المرة، لأن أحيانا الكل يتحدث عن المرة وفوائدها يعني للبشرة ونعم حدثنا عنها. يعني المر يعتبر أنتيبيوتيك طبيعي في المقام الأول، وحتى يستخرج من الزيوت لاستخدامات العطور، هذا طبعا يودون برا دول أوروبا يستخدمونه. مثل ما قلت الشيخ، هذا أنتيبيوتيك طبيعي وعليه طلب وايد، مثل ما تقول الحين موسم مال يعني هذا، والأسعار مختلفة طبعا، يفترق عندنا النوعية على حسب كولته، عندنا نخب أول الكيلو ب200 درهم وينزل 50 90 100 60 حسب حجم المر، هذا بالنسبة للمر. طبعا يعطيك العافية على هذه المعلومات، ونعم مثل ما نشوف بعد، نعم عندنا الوالدة موجودة. السلام عليكم الوالدة، كيف حالك؟ الله يسلمك. عساك سالمه ودايمه ما شاء الله. شو تذهبين لرمضان تاخذين بهارات؟ حبيبتي فريزري متروس ما شاء الله. نعم، فريزر خاص حق الاغراض، القهوه والبهارات وكل هالاشياء، الدويات مال الاعشاب، انا دواي في الاعشاب اكثر. ما شاء الله عليك، فانت دوم هالسوق دوم مثل واسوي روحي دواي عن القروح وعن القص وعن الغيره، ويا الدخاتر تعيز عنها انا داوي. يعطيك الصحة والعافية. شو الأشياء اللي تأخذينها من هني وتسوينها أدوية؟ أخذ الخيل وأخذ المر وأخذ يسمونه الأنذروت وأخذ اللبان وأخذ هاي الأشياء، وأخذ الشب، هي وأخذ الحمد لله الأشياء، نأخذ العشرج نحن نأخذ عاد من الغادي اللي هو اليمني من هناك نأخذه. يعطيك العافية. ونسوي الدويات وأسوي الصدو والدوابه المجرحين اللي متصلخين دوابه واللي يديهم غادي شرات الحصة، هذا الحمد لله دوابه شفوا من هالدار مغير الدار، يشلونه وياهم ودونه، والله نتعنت به نعت.
ويوني يبون اخدمه واجهزه وافوره واحطه في غراس واجسه. ما شاء الله يعطيك العافيه امي، تسلمين. الله يسلمك. الله يسلمك. امين يا رب. نعم اجمعين. آمين يا رب. نعم أعزائنا المشاهدين، من هذا المكان، هذا المكان لا يمل، فأنا قاعدة أفكر أن كل أسبوع أنا أطلع من هذا المكان الرائع والمميز. من هنا تنتهي تغطيتي من سوق البهارات، وتعود الكلمة لك عليا في الاستديو.